السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الموازنة الثلاثية أسباب الركن خفية وتحذيرات من عواقب خدمية وخيمة. المثلية الجنسية محاولات تطبيع المحظور وفتح ثغرة في بنية المجتمع المتماسك. حياكم الله، مهما يكون من أمر فإن الموازنة الثلاثية لا تزال مركونة على الرف وممنوعة من الصرف من دخول حيز التنفيذ ولأسباب خفية. فرغم مرور ما يزيد عن 40 يوما من التصويت على مشروع القانون داخل قبة البرلمان، لا يزال حبرا على الورق. فلم تصدر الجهات المعنية تعليمات التنفيذ لغاية الآن، أسباب قد تأكل من نسب الإنجاز الاستراتيجي وفقا للبرنامج الحكومي اللي تلقي بتأثيراتها السلبية على المدد الزمنية للسنة الحالية. ضبابية قد ترشح استضافة مجلس النواب لوزيرة المالية للاستفهام حول الأسباب اللي تمنع إطلاق الضوء الأخضر للأموال. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فرح نتحدث عن تماسك بنية المجتمع العراقي واللي مثلت صخرة سقطت عليها جميع مؤامرات الغرب الذي يريد أن يخلط أوراق الحرية والانفتاح ويدسها في سم مضامين سامة تهدف للإساءة لهذا المجتمع من خلال الضغط المتواصل ومغادرة الممنوع قائمة المحظور. هذه الأفعال تصرف عليها ملايين الدولارات وآخرها الغزو الناعم من بوابة المثلية الجنسية لتغيير مجرى الطبيعة الإلهية، وهذا ما يحتم بطبيعة الحال تضافر الجهود لمواجهة الوباء الفكري وتفكيك بؤر عمله. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ محمد الشبكي عضو اللجنه الماليه السابق. حياكم الله استاذ محمد، ضيفا كريما بحضرتك. نتحدث عن اكثر من 40 يوم على اقرار الموازنه، ولكن تعليمات الموازنه لحد الان لم تصدر، و
انتظرنا نشرها بالوقائع العراقية، وكان هنالك عدة إجراءات، ولكن لحد الآن الموضوع يبدو أنه حبر على ورق، ما نقدر نصرف دينار واحد. شنو المشكلة؟ تحية طيبة لكم لكل متابعي ومشاهدي قناتكم. نقر حقيقة موازنة 2023 مرت بربما ثلاثة مراحل أو ثلاثة منعطفات. أولها كان قبيل تشكيل الحكومة، عندما ارتاد بعض الكتل السياسية أن تتضمن البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة بعض الاتفاقيات التي سوف تضمن داخل الموازنة. المرحلة الثانية بعد ما أتى الموازنة إلى البرلمان، واستغرق أيضا طوال شهرين من أجل منضاجة، وحتى بالآونة يعني بالأيام الأخيرة شهدنا حراك يعني سياسي كلش كبير من أجل، ولهذا استغرق الموازنة أكثر من أسبوع من أجل تمرير داخل مجلس النواب. المرحلة الثالثة هو مرحلة الطعونات وصدور تعليمات تنفيذ الموازنة. لكن اللي صار أنه بعض الجهات السياسية اللي كنا نترقب أو نتأمل أنه ما راح تطعم بالموازنة أخذت طعنت بالموازنة. إقليم كردستان الآن طعن بأكثر من خمسة مواد بالموازنة، وتعليمات تنفيذ الموازنة يبدو أنه حسب يعني ما قيل عن اللجنة المالية أمس أنه لأول مرة تعليمات تنفيذ الموازنة سوف تذهب إلى مجلس الدولة، وبالتالي زيارة رئيس الوزراء قبل أيام إلى مجلس الدولة لربما كان مؤشر واضح على أن تعليمات تنفيذ الموازنة سوف تتأخر هذه المرة، لأنها لأول مرة تعليمات تنفيذ الموازنة تعرض على مجلس الدولة، وبالتالي سوف تكون على شكل مثل قرارات أو مقررات، وبالتالي سوف تتأخر لحد أو لحين إنضاج هذه التعليمات وإخراجها بصورة يتلائم مع البرنامج الحكومي، خصوصا بعد ما قلت بعد ما زار السيد رئيس الوزراء، وبالتالي كان يعني هناك حديث وهناك حراك حتى يكون تعليمات تنفيذ الموازنة تكون مطابقة للبرنامج الحكومي أو مائمة لها، أي لا تخرج خارج الموضوع خارج الأهداف الرئيسية المرسومة في قضية إعداد وتنفيذ الموازنة. طيب أستاذ حمد، يعني هذه المنعطفات الثلاثة اللي حضرتك تفضل بها، كان متغير الجديد فيها أنه أرسالها مجلس الدولة، والمعلومة أنه كل قرارات البرلمان ترسل إلى مجلس الدولة حتى يفرز ما يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يكون هنالك إشكال في التنفيذ. اليوم نجي على هذه الموازنة، هذا الإرسال إلى مجلس الدولة وبعض الإجراءات، زيارة رئيس الوزراء، هل هي أسباب تأخرها فنية أم أسباب سياسية لعدم تنفيذ الموازنة على أرض الواقع لغاية الآن؟ لا هي كانت سياسية، وبالتالي زيارة رئيس الوزراء قبيل طعن حكومة إقليم كردستان، يعني زار الإقليم يوم الجمعة ويوم السبت إقليم كردستان طعن بالموازنة، وبالتالي ربما كان الضوء الأخضر من أجل عدم تمرير المادة 11 و12 اللي كان يتوقع أنه سوف تكون الأساس التي يستند إليه الكتل السياسية أو يستند إليه البرلمان من أجل قانون النفط والغاز. كان يتصور أنه المادة 11 سوف يكون روح القانون النفط والغاز باعتبار وردت فيه عبارات ونصوص لربما كانت تقرب إلى الحقيقة، وشعر إقليم كردستان بأنه يعني أطال الغبن في هذا الموضوع، لذلك طعن في النص هذه المادة وأخر تنفيذ الموازنة الحين لربما يعني إقرار قانون النفط والغاز أو على الأقل مناقشة المسودة الأولية قانون النفط والغاز، بالتالي تأخر تنفيذ الموازنة. وإقليم كردستان اللي هو أحد الجهات السياسية الفاعلة في الحكومة وفي تشكيل يعني تحالف إدارة الدولة غير لربما يعني غير مستعد من أجل تنفيذ الموازنة على هذه الشاكلة الحين، وصول إلى تفاهم سياسي معين واضح ومحدد حول معالم الرئيسية الواضحة في قانون إدارة يعني قانون النفط والغاز المؤتمن، لأنه المجلس النواب يعني يشرع في قراره في الفصل التشريعي القادم. دعني أستاذ محمد أن أرحب بي دكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور عبد الرحمن. يتفضل أستاذ محمد الشبكي عضو اللجنة المالية السابق بأنه تأخير الموازنة هو لأسباب سياسية وليست أسباب فنية، بدليل طعن حكومة إقليم كردستان، إرسال الموازنة إلى مجلس الدولة كمتغير جديد في هذه المسألة. هنا أسأل حضرتك ذات السؤال، إذا كانت أسباب سياسية ليش تم إقرارها داخل قبة البرلمان وما كانت هنالك مناكفات سياسية وتنضج وتقر، أم أنك ترى بأن الأسباب هي فنية واقتصادية بحتة؟
شكرا جزيلا تحياتي لحضرتك وللأخ العزيز الأستاذ محمد الشبكي النائب السابق في اللجنة المالية ولكل الجمهور الكريم. طبعا أنا يعني أميل للرأيين يعني الفني والجانب السياسي. الجانب السياسي حاولت كتل سياسية المختلفة أنه تضع يعني جزء من الفقرات، جزء من المشاريع اللي تخص محافظاتهم، تخص مناطقهم، ويعني هذا كان واضح جدا. والجانب الفني هي أصلا جاءت للبرلمان متأخرة، تأخرت في البرلمان فترة طويلة تقريبا بحدود 81 أو 82 يوم، ثم بعد ذلك الطعون اللي جاءت. لكن أنا الحقيقة الطعون لا أعتقد أنه هي السبب الأساسي في تأخير تنفيذ الموازنة، لأنه حتى الطعن اللي قدمت الحكومة قدمت طعن بمواد يعرفها أستاذ محمد بشكل جيد أنه هذه المواد لا تؤثر على عمل الموازنة، وذيلت قائمة الطعن، الحكومة ذيلت قائمة الطعن بأنه هذه الأوامر الولائية أو الطعن في هذه المواد فقط على أن لا يؤثر على تنفيذ باقي الموازنة. المشكلة أن وزارة المالية تأخرت في إصدار التعليمات، هي بالغالب كانت تحتاج لها من 25 وفي بعض الأحيان شهر، لكن الحقيقة نعتقد أنه ربما الجانب مالي اللي أدى إلى تأخير إقرار الموازنة، يعني قد لا تتوفر التخصيصات اللازمة، لأنه بمجرد إقرار الموازنة يفترض أن تبدأ بصرف التخصيصات للمحافظات وللوزارات، فربما واحد من الأسباب أنه عدم وجود الموارد الكافية للبدء بالصرف على تنفيذ برامج الموازنة. نعم. طيب أستاذ محمد، لما يرى دكتور المشهداني بأن الطعون ليست هي الأسباب الموجبة للتأخير، نتحدث عن الطعون الحكومية اللي قدمت بالمواد المطعون بها، لكن هل ذهبت الحكومة لإيقاف هذه البنود المطعون بها كما يشير الدكتور المشهداني، أم تذهب إلى إيقاف الموازنة بالكامل؟ لو كان الطعون الحكومية اللي راد أنه يكون هناك المحكمة الاتحادية تصدر أمر ولائي بإيقاف بعض المواد، لكن بالنتيجة كان هناك أمر ولائي بإيقاف أعتقد 4 مواد، وهي لا تستهدف إيقاف الموازنة، لكن بالتأكيد الحكومة يجب أن تذهب إلى تنفيذ أو الطعن في بنود الموازنة، باعتبار أن الموازنة وصلت من الحكومة ب 68 مادة والبرلمان مررها ب 78 مادة، يعني بحصيلة 12 إلى 13 مادة زيادة، بالتالي كان يجب على الحكومة أن تذهب إلى إقرار أو الطعن ببعض المواد اللي فيها بعض التداخل الصلاحيات، وأيضا بها بعض النصوص التشريعية وبعض يعني الأمور اللي يحتاج إلى أن تكون تتضمن البرامج يعني البرامج الحكومية أو المنهاج الوزاري، وأيضا بعض الأمور كان بها يعني آثار مالية وتبعات مالية خصوصا المادة 75. بالتالي ذهبت الحكومة إلى إصدار الأمر الولائي لبعض المواد والبدء بالطعون المواد الأخرى، لكن بالجوهر هي لم تستهدف يعني إيقاف الموازنة، لكن اللي حصل إنه تأخر يعني أكثر من 15 يوم، وأمس المحكمة الاتحادية تحدثت إنها سوف تقوم بالنظر في الطعونات، ولربما أيضا يتأخر الطعونات لدى المحكمة الاتحادية من 10 إلى 15 يوم، والحين ورود تعليمات تنفيذ الموازنة، يعني إحنا نهاية شهر 8 احتمال يكون الطعونات وتعليمات تنفيذ الموازنة تصدر، يعني في بداية أيلول لربما تدخل الموازنة حيز التنفيذ، مع أيضا نحتاج إلى فترة قادمة من أجل مصادقة يعني موازين المحافظات والوزارات لدى وزارة التخطيط والمالية. بالمجمل يعني الموازنة سوف تكون لربما نافذة في 1/10، يعني إذا الموازنة نافذة في 1/10 دكتور عبد الرحمن، راح نتحدث عن قضية الربع الأخير من هذه السنة، ونتساءل هنا هل هنالك عواقب خدمية وخيمة جراء هذا التأخر في صرف الأموال، تبويب هذه الأموال، دخولها إلى حيز التنفيذ، في إمكانية تنفيذ البرنامج الحكومي اللي وعدت به الحكومة للأشهر المتبقية من هذا العام، ونحن يعني سنة تنتهي إذا شهر 10 تدخل حيز التنفيذ. لا، هي مو للربع الأخير، يعني هي الموازنة لسنتين، عمرها سنتين وليس 3 سنوات، باعتبار أنه هذه السنة انتهت. يعني حتى وإن بدأ التنفيذ بالشهر 10، أنا أعتقد أنه بمجرد الإعلان عن المشاريع
احنا ما نتحدث عن الجانب التشغيلي بالموازنه، لان الرواتب والاجور مستمر الصرف بها سواء اقرت ام لم تقر. بالاضافه الى هناك فقرات حاكمه ايضا مستمر الصرف عنها. احنا نتحدث عن الجانب الاستثماري وهو المهم، لانه هو اللي يخلق لنا فرص العمل، هو اللي يقدم اللي ينفذ البرنامج الحكومي. الحقيقه الوقت المتبقي يعني لمده سنتين يؤثر، اكيد يؤثر تاخير اقرار الموازنه، لكن الحقيقه الان الاقرار مو يعني هو الاقرار تاخير اقرار الموازنه او تاخير تنفيذ الموازنه. اولا بدت به الحكومه عندما قدمت موازنتها بالشهر الثالث يوم 16/3 على ما اذكر، والبرلمان عندما تاخر بالمصادقه على الموازنه، وهو يعلم جيدا بالمناسبه اللجنه الماليه يعلمون جيدا ان الحكومه ستطعم بكل مواد اللي تم اضافتها، والان وزاره الماليه عندما تاخرت في اصدار التعليمات تنفيذ المشاريع. انا اعتقد ان الحكومه مستمره بالصرف على المشاريع من متبقي من قانون الامن الغذائي اللي شرع في شهر تموز من العام الماضي، واعتقد انه يعني انه ما تقيدت لحد في البدء بتنفيذ الموازنه. انا اعتقد انه مستمره بالصرف على المشاريع اللي خاصه اللي تخص البرنامج الحكومي من البرامج الخاصه، لانه هذه المشاريع كانت وقفت. نعم. طيب، وهنا راح نرجع الى ضبابيه المشهد السياسي استاذ محمد. يعني لما اكو مشهد حكومي يحول دون عدم نشر تعليمات الموازنه وتنفيذها، هنا راح ندخل الى الدور الرقابي للبرلمان بعد ان شرع. هل سياخذ على عاتقه هذا الدور الرقابي في تنفيذ هذه الموازنه؟ راح يستضيف وزيره الماليه يستفسر عن اسباب الموجبه لهذا التاخير، وان كانت الاسباب سياسيه مثل ما تفضلت حضرتك، ولكن الدكتور المشهداني يشير الى ان السببين الفني والسياسي كان حاضر. نعم، انا اؤكد على انه ايضا هو السببين الفني والسياسي، لكن انا قلت انه في جدول التشريعات القادمه للمجلس النواب هناك تشريعات يعني دستوريه ولها ابعاد ومتاهات خطيره، يعني قضيه مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز، وايضا امس تحدثت به وزاره التخطيط عن وجود احصاء سكاني قبيل الانتخابات القادمه، وبالتالي كل هذه التشريعات تؤثر حتى على تعليمات تنفيذ او حتى على جوهر الموازنه بصوره عامه، لانه سوف يربك المشهد السياسي. هناك انتخابات قادمه تريد بعض الكتل السياسيه الاستفاده من الاموال المشاريع او الاستفاده من المشاريع من اجل تقديم بعض الخدمات، ومثل ما قال رئيس الوزراء في احد جلسات مجلس الوزراء ان المافيات يتربصون باعداد الموازنه، وبالتالي كل هذه الامور تخلق جو من ربما الارباك السياسي، بالتالي إعاقة عمل تنفيذ الحكومة لهذه الموازنة. ورأينا كيف أنه المشاكل اللي حدثت قبل أيام المشكلة الدبلوماسية مع بعض الدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا مشكلة التأخير سعر الصرف، ومشكلة وجود بعض الأسباب اللي أصاب القطاع المصرفي اللي هو القطاع النشط أو القطاع التي تعول عليه الحكومة ويعول عليه الإدارة المالية في البلد، من أجل يكون هو الذي يقوم بتطوير النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي. لذلك هذه المعرقلات بالتأكيد سوف تحد من عمل الحكومة في تنفيذ المنهاج الوزاري وأيضا حتى المنهاج الحكومي. أضف ما طرق إلى الدكتور المشهداني أن نعم بعض المشاريع يتم تنفيذها من أموال قانون الدعم الطارئ، ولربما بعض الأموال من قانون أقصد من فقرة البرامج الخاصة، لكن بالتأكيد هذه البرامج لا تمثل أو لا تضمن البرنامج والمنهاج الوزاري اللي تحدث إلى الحكومة في جملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وقضية يعني معالجة بعض الاختلالات المالية والقضاء على البطالة وبعض الأمور اللي كانت الحكومة لديها رؤية واضحة. بالتالي ما ينفذ الآن هي ليست بالأساس فكرة أو ما كان يعني تريد الحكومة من تنفيذه في هذه الآونة. بالتالي يعني أنا أتفق مع دكتور المشهداني أنه لربما موازنة 23 لربما نرى في موازنة 24 حتى يكون هناك متسع من الوقت ونستفاد من تمرير الموازنة نهاية شهر أكتوبر حتى يكون الموازنة وأي البرنامج الحكومي المنهج الوزاري متضمن داخل موازنة 2024. دكتور عبد الرحمن، يعني لا ننسى بأن كل هذه النقاشات سياسية فنية، ولكن اليوم المواطن ينظر إلى هذه العملية بأنها تتنافى مع ما ذهبت إليه حكومة السيد السوداني بأنها حكومة خدمات، حكومة خدمة وطنية، وهذا الموضوع بصراحة راح يضع ضغط الشارع العراقي حاضرا في هذه
الأيام يعني، والتأخير في تنفيذ بنود هذه الموازنة. بعض الأحيان المواطن مو واجب أنه يفرزن الأمور، الموازنة تعطلت الأسباب الآتية، الدولار يصعد للأسباب الآتية، فبالتالي هو يأخذ المؤثرات ولا يأخذ الأسباب. الضغط الشعبي ومطالبة الوزارات بتخصيصاتها المالية من جهة أخرى أيضا لازم نهمله، لأنه المواطن هسه وين ما يروح راح يقول له والله موازنة ما مقرة، تقرر الموازنة وتعال راجعنا. هذه الجنبة الشعبية كيف تنظر إليها من المرحلة الاقتصادية؟ كلام سليم جدا، يعني هو فعلا احنا الخوف من الضغط الشعبي، واحنا شاهدنا بالأسابيع الماضية يمكن الأسبوعين المضت عندما انخفضت تجهيز الكهرباء إلى ساعات قليلة خرجت مظاهرات في مدن كثيرة، ومن الطرائف الأمور أنه عندما كانوا يذهبون إلى محطات تغذية الكهرباء يجدونها أصلا هي بدون كهرباء، فشوية كان يعني أكو يعني خفت لكن هذا متوقع في أي لحظة ممكن. طبعا الناس ما لها علاقة أن الموازنة تقار تصدر تعليمات، هي تريد على أرض الواقع. ومسألة أنه البدء بتنفيذ هذه المشاريع أنا أعتقد أنه هذه أصبحت ضرورة، لأنه هي تخلق لنا الفرص العمل اللي بدنا نتحدث عنها. صحيح الحكومة الآن بالموازنة العامة يعني ثبتت، أنا ما راح أقول عينت، لكن ثبتت تعيين أكثر من 1,000,000 شخص في معظم دوائر الدولة المختلفة، لكن هو هذا ليس الحل. الحل لا يكمن بزيادة الترهل بالجهاز الحكومي بقدر ما خلق المشاريع الاستثمارية في قبل القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص حتى يخلق لنا فرص عمل دائمة وثابتة. وبنفس الوقت احنا راح نعالج مشكلة الفقر يعني الاثنين معا. والحكومة الآن لديها خطوات في مجال تقديم الخدمات، لأنه بصراحة المواطن شنو اللي يريد؟ يريد المي والكهرباء والطريق المعبد، ويريد المستشفى، ويريد المدرسة. هذه أولويات المواطن. هو ما طموح جدا ترى، ما يريد ينافس على سلطة وعلى كرسي، لا، يريد من الخدمات الأساسية. الآن أكو يعني أكو خطوات باتجاه تقديم الخدمات، مثلا التبليط اللي موجود مداخل المدن اللي موجودة، أنا يعني أعتقد الجسور اللي تنفذ، أنا أعتقد أنه هذه واحدة من اللي ملموسة على أرض الواقع. المستشفيات يعني برنامج الحكومة أنه بناء 50 أو 60 مستشفى في 50 مدينة، وأنا أعتقد أنه إذا بدأ تنفيذها أنا أعتقد أنه سيكون إقناع أنه فعلا بدأ تقديم الخدمات. هناك 1,000 مدرسة أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص. المدن السكنية اللي أشار لها السيد رئيس الوزراء، وأيضا ننتظر إقرار الموازنة حتى ممكن أنه نبدأ بتنفيذها. فأنا أعتقد أنه الأشهر القادمة يعني ربما 3 أو 4 أشهر سنجد يعني على أرض الواقع شيء من هذه الخدمات. نعم نعم. لازم نتحدث أستاذ محمد عن المواطن باعتباره هو الشخص المستفيد الأول والمتضرر الأول من عدم إقرار الموازنة، وما له علاقة بالأمور السياسية والفنية. وهناك عدد من المشاريع الحاكمة اللي أشار لها الدكتور عبد الرحمن المشهداني وذات تماس مباشر مع مصلحة المواطن. التأخر راح يسبب مشكلة أيضا مع احتياجات المواطن برأيك؟ ونتحدث هنا عن المواطن الكردستاني والمواطن في كل محافظات العراق. يعني بالتأكيد دائما عندما قبيل قرار الموازنة نشوف ان النشاط الاقتصادي في الاسواق والبلد متوقفه، وكل الاجراءات الاقتصاديه والنشاطات الاقتصاديه متوقفه على تمرير الموازنة، بالتالي الشعب كان ينتظر انه بعد تشكيل يعني تمرير الموازنة سوف يكون هناك يعني تغيير في النشاط الاقتصادي وحركه في الاسواق. لكن حقيقه المشاكل اللي كانت موجوده اللي اشار الى اللجنه الماليه السبع تحديات اللي ضمنها في تقريرها الى رئاسة مجلس النواب اللي لم تتم معالجته في اثناء يعني مناقشة وانضاج وتمرير الموازنة، بالتالي جملة من العوائق والتحديات اللي كانت موجودة اللي كانت سبعلاند جاي تواجه الموازنة، وبالتالي ايضا سوف يكون المتضرر هو الشعب والبلد. وبالتالي يعني احنا اذا تحدثنا عن قضية انه قلة السيولة النقدية وضخامة التخصيصات وزيادة نسب البطالة وتذبذب سعر الصرف، هاي الامور ما عالجتها الموازنة، وبالتالي كانت الموازنة السياسية ولم تنظر يعني بروح الاقتصاد والمال وبهذه الجنبات الأساسية في من اجل تمرير الموازنة، وبالتالي كانت رؤيتها سياسية، وبالتالي الرؤية السياسية تصدم مع الواقع الاقتصادي. يعني لاحظنا يوم امس العقوبات اللي طالت
يعني 14 مصرف وأصاب النشاط أو القطاع المصرفي يعني بصدمة كبيرة، وهناك تأثير كبير، ولربما إذا كانت هذه المصارف أو كان الحزمة الإصلاحية اللي يطلق البنك المركزي غير واضحة المعالم ولا تعالج الأزمة أزمة سعر الصرف، سوف نكون أمام مشكلة مالية كبيرة الآن اللي هو تذبذب سعر الصرف واللي أثر بصورة مباشرة الآن حتى على مجمل النشاط الاقتصادي وازدياد التضخم بالسوق. أعود أقول إنه إذا كانت المشاكل اللي كانت موجودة في الموازنة ورؤية الحكومة السياسية لم تتطابق ولم تتضمن هذه الإصلاحات، وبالتالي سوف نقع في هذه المشكلة الآن. يعني إذا نأتي إلى أهم المعالجات اللي يطرح البنك المركزي، قضية الأرب ما أحد المعالجات مثلا هو قضية طبع المزيد من العملة، هذا يتعارض مع سياسة سد العجز، وأيضا يتعارض مع قضية القضاء على التذبذب في أسعار سعر الصرف. سوف يكون هناك مشكلة مزدوجة لأنه نحن لم نعالج المشكلة بالأساس، وبالتالي كان رؤية سياسية عبرنا بهذه المراحل عندما كان هناك يعني إصرار من قبل مجلس الوزراء على أن اللجنة المالية لا تلمس الجوانب الكبيرة أو المهمة في الموازنة، وإما إنما فقط بعض المعالجات البسيطة. هذه المشكلة تم ترحيلها الآن إلى تمرير أثناء الموازنة، والآن عند تنفيذ الموازنة نعالج يعني أو نواجه نفس المشاكل، وبالتالي نفس المشاكل سوف تؤدي ربما إلى ضغط ونقمة شعبية من أجل إنه هذه الأمور لا تنفذ وتخلق مشاكل اقتصادية كبيرة كان ممكن إحنا نتلافاها أثناء تمرير الموازنة. دكتور عبد الرحمن، يعني هسه حضرتك يجوز متعرض لعشرات الأسئلة أو لعشرات المرات لسؤال واحد في اليوم، أنه متى راح تصدر تعليمات الموازنة؟ وهذا شيء لربما يمكن طبيعي في هذا التوقيت، وإحنا ما راح نزيد هذه الأسئلة. الموازنة الثلاثية شو وقت راح تقر وعفوا تصدر تعليمات تنفيذ الموازنة؟ ونحكي عن لازلنا في مصلحة المواطن، هذا التأخر في دخول الموازنة حيث التنفيذ شلون راح يكون أثر على الأسواق المصرفية والحركة الاقتصادية؟ نتحدث هنا عن أموال الموازنة، بأنه هل راح تغير الاضطراب الحالي بين الدولار والدينار كما يشير الأستاذ محمد الشبكي؟ هو الحقيقة احنا يعني أنا واحد من الأشخاص يعني كوني مختص مستغرب أنه لماذا وزارة المالية تأخرت في إصدار التعليمات. هي لا تحتاج إلى الجهد الكبير، لأنه أصلا الموازنات يتذكر أستاذ محمد جيدا هي كوبي بيست عن الموازنات السابقة، يعني ربما يعني تسعت بعض الشيء في الأرقام، لكن هي نفس الحقول نفس البنود نفس الآليات مال الصرف. فأستغرب هذا التأخير، ولم تصدر وزارة المالية حتى هذه اللحظة سبب أو تبرر لماذا تأخرت في إصدار التعليمات. يعني هذا أيضا أمر غريب، يعني تترك الأمر إحنا نتكهن ونبرر لوزارة المالية لماذا تأخرت. طبعا التأخير بكل الأحوال تأخير تنفيذ الموازنة لو يوم واحد مو ثمانية أشهر مضر جدا للمواطن وللأسواق المحلية بكل تفرعاتها، سواء كانت التجارية المصرفية الخدمية، لأنه احنا أشار أستاذ محمد أنه أصلا السوق يعاني من ركود شديد، ومو اليوم هذا الركود وإنما منذ سنوات مستمرة. هذا سبب السنة نقر الموازنة وما ننفذها، السنة الثانية ما نقر الموازنة ومستمر، والآن رافق هذا الركود الكبير ارتفاع الكبير بأسعار سعر الصرف، ولم يستقر سعر الصرف أيضا. وكانوا يتطلعون جيدا انه عندما تقرر الموازنه ستبدا الوزارات والهيئات والدوائر بعمليه الصرف اللي راح ينشط السوق، ومو فقط الدوائر اللي راح تصرف، وانما الرواتب اللي ممكن ان تصرف للموظفين المعينين جدد، لانه ما ايضا يطلبون مال خمسه اشهر او سته اشهر، ستخلق حركه كبيره بالسوق. وطبعا احنا كنا نتوقع انه بدء تنفيذ الموازنه راح يؤدي الى ارتفاع في سعر الصرف. هسه المشكله انه بالعقوبات هي اللي عجلت ارتفاع وسبقت الموازنه في رفع يعني خفض قيمه الدينار العراقي. فانا اعتقد انه هذه سلسله احدها مرتبط بالاخر، وده يؤثر سلبا على السوق وعلى المواطن، فيفترض انه تصدر التعليمات ويبدا التنفيذ الفعلي للموازنه. نعم، نتامل ذلك ايضا. الشكر الجزيل لحضرتك دكتور عبد الرحمن المشداني الاكاديمي والخبير الاقتصادي اثريت الحوار، وشكر موفور لجنابك الاستاذ محمد الشبكي عضو اللجنه الماليه السابق. شكرا جزيلا لهذه الاثراءات. متواصلين معكم مشاهدي الاحباء بعد الفاصل، نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الاحباء بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور حيدر الدهوي اخصائي في علم النفس ضيفا كريما في الاستوديو، والاستاذ سالم مشكور الكاتب والصحفي، حياكم الله ضيوفا الكرام. استاذ سالم، بدا مع حضرتك، هنالك من يريد ان يخلط بين المثليه والجندر، هل هي محاوله لتمرير فكره المثليه ولكن بتاطير جديد وطريقه اكثر مقبولة يدخل إلى المثلية من بوابة الجندر؟ بالضبط. أولا شكرا جزيلا تحية لحضرتك والمشاهدين. نعم، الجندر أول ما ظهر بمعنى يعني كان دلالاته إيجابية وما كان بشيء يشير إلى هذا الموضوع، رغم أنه البعض يناقش يقول حتى اللي طريقة الطرح اللي طرحت في أدبيات ووثائق الأمم المتحدة ربما تنبئ عن وجود نية مبيتة لدى من دفعوا بهذا أو روجوا لهذا. هو لا يجب أن لا نأخذ المعنى العلمي القاموسي لهذه الكلمة، هذا شيء المعنى القاموسي عادي، إنما الاستخدام الفعلي الآن كلمة الجندر أو الدواء الاجتماعي كما ترجم في مؤتمر تونس للغة العربية عام 1995، النوع الاجتماعي الآن يقصد به أو هو يستخدم غطاء للتسويغ أو لتشريع حالات الانحراف اللي جاي تحدث الآن من قبيل التحول الجنسي او التحويل الجنسي القسري، احيانا لعب اطفال بهرموناتهم واجراء عمليات لهم، ايضا موضوع الشذوذ بكافه اشكاله بكافه اصنافه، هذا كله. واعطيك دليل اللي يقول لا ماكو شيء وفرق بين هذا وهذا، انا اقول اترك المعنى القاموسي والعلمي، اخذ الاستخدام الان. العراق كان هناك لجنه تنسيق مشتركه مع الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان مع العراق، كانت اجتماعات مؤخرا، جدول الاعمال اللي اقترحوه الاتحاد الاوروبي مخلين به موضوع حقوق الشواذ اللي هم يسمون المثليين، هو للتلطيف ايضا تلطيف الموضوع. فاعترض الوفد العراقي قال لهم احنا هذا خلاف لقواعدنا وخلاف لمنظومتنا الاخلاقيه، قال لهم لا انتم موقعين على النوع الاجتماعي، النوع الاجتماعي الدفاع عنه وحقوقه، يا ابن النوع الاجتماعي، قال اي هو هذول ضمن النوع الاجتماعي. فالاستخدام الان الجندر ونوع اجتماعي استخدام هذا، لذلك انا يعني اتمنى على المسؤولين ان يحذروا، يعني هم البعض يستخدم هذا المعنى هذه المفردات بحسن نيه، لكن الان معناها المجازي يختلف، تطبيقاتها تختلف، وبالتالي اصبحت هي كلمات مشكوكه، بل هي كلمات واضحه يراد منها المرحله الاولى في العراق تسويغها وتطبيعها في النفوس بانتظار المرحله القادمه اللي يصلها كما وصلها الغرب الان من عمليات تشويه خلق وعمليات تحريف وتشجيع واجبار على احترام الانحراف والتحول الجنسي وغيره. طيب دكتور حيدر مجددا حياك الله، يتفضل الاستاذ سالم مشكور الى هذه المصطلحات بين الجندر والنوع الاجتماعي، ووصلنا الى النوع الاجتماعي عندما يذكر ذكر وانثى وايضا اخرى او ميل وفيميل وشيميل، وهنا بصراحة دخلت هذه المصطلحات وأقحمت نفسها في المجتمع العراقي بل حتى في الدراسات الأكاديمية. ناقش هذا الموضوع من جنبة نفسية وجنبة اجتماعية، هناك نشاط متزايد لهذه الحركات اللي تدعو للمثلية والشذوذ الجنسي كمجتمع ميم وغيره. طبيعة المجتمع العراقي لما تكون ترفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، هل راح يتخذ هذا الشذوذ بما يذهب إليه علماء النفس برهاب المثلية، بمعنى أنه هو ليس مثليا ولكن يشعر بأن الضغط المجتمعي سيولد لديه هذه الحالة شاء أم أبا؟ تحية لجنابك الكريم ولضيفك وللمشاهد الكريم. هذا الموضوع حساس وخطير جدا، اليوم ضاعت علينا المفاهيم حتى في المجال النفسي، يوميا تخرج علينا مئات المصطلحات أيهما أقرب إلى تقبل الفرد، يبدأ يدخل ويخترق المجتمعات الإنسانية والعلوم وتشوه من حوله البحوث والدراسات التي أريد من خلالها إفهام المجتمع أن هنالك سلوكا هو منحرفا يجب أن يقبل في المجتمعات، وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها وحقوق الإنسان أن تحمي هذا المصطلح الجديد الذي يظهر للساحة بعدما هجمت مصطلحات سابقة عن المثلية وغيرها وما أشيع لها في المجتمعات الشرقية اللي هي أكثر تأثرا بالقرارات الدولية بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذا المد والغزو الذي يأتينا من أمم تحكم وتتحكم بسلوكيات المجتمعات عن طريق قوانينها وأنظمتها ولوائحها التي تشرعها في دولها. ولذلك سنجد يوميا مصطلحات جديدة
تلغي المصطلحات السابقة وتأتي بمصطلحات الجندر اليوم كما نسمعه وكما بدأ يدخل في مجتمعاتنا، وبين أن نتهيأ لمواجهة هذا المصطلح يكون المصطلح قد غزانا في عقر دارنا وشاهدنا في الآونة الأخيرة يعني حتى على مستوى العراق هنالك تظاهرات للمثليين ولمن يدعون أنهم في حماية الجندر والخصوصية الذكورية والأنوثية، وبدأت هنالك منظمات حتى في العراق تدعم هذا التوجهات، قد يكون بدفع خارجي قد يكون بدفع داخلي، الغاية من عنده هي أن تكون هذه المصطلحات مقبولة في المجتمع العراقي إذانا بأن تأتي مصطلحات أكثر حدة وأكثر قسوة على مجتمعنا بحيث أنه يضيع هوية الذكر ويضيع هوية الأنثى. لذلك نحن في عملية لحد الآن في عملية تقبل المصطلحات، ولحد الآن لم نقم بعمل لمواجهة لمثل هكذا أفكار ومثل هكذا تصورات، وبدأنا حتى أن تفرض على مجتمعاتنا ونحن نتقبلها بكل سهولة، واليوم شفنا حركات كثيرة في مجتمعنا وهنالك ناشطون في هذا المجال وبدأوا يحملون حتى رايات التي تمثل الجنسية المثلية والجندر وغيرها، وهنالك من منظمات المجتمع المدني من يحاول تسويق هكذا نوع مصطلحات في المجتمع العراقي دون وعي أو قد يكون بوعي ولكن وعي مدعوم من منظمات خارجية. نحن القصدية يعني هي حاضرة، ما نقدر نقول بدون وعي، يعني أنه هي المسألة ممنهجة. أستاذ سالم وحضرتك أستاذنا في مجال الإعلام ولديك باع طويل عمليا ومهنيا وأكاديميا، هل هنالك أيادي خفية تيسر لهذه العمليات الممنهجة كما يشير لها الدكتور الدهوي، بوابات المجتمع المدني يعني تقننها من جهة وتعطيها عناوين أخرى من جهة، تمكين المرأة، التخلص من السلطة الذكورية، دعم فئات مجتمعية، تشجيع تشجيع للطلاق، وبالتالي نجد بأن هذه المنظمات هي معتاشة على هذه المشاكل تخلقها ومن ثم تعتاش عليها، بالإضافة إلى دور الإعلام في هذا المجال. أنا أروي لك شيء حقيقي هو يعني يقدم لك الجواب اللي تريده. الدكتور ليث كوبا اللي كان ناطق باسم الحكومة العراقية أيام الدكتور جعفري بعد ما ترك منصبه راح إلى واشنطن، عمل مدير قسم الشرق الأوسط في المؤسسة دعم الديمقراطية مؤسسة الأمريكية اللي هي تمول من كونغرس. لما أجا أوباما إدارة الديمقراطيين وسط البيت الأبيض، أجا وفد من الخارجية الأمريكية التقى أجا للمؤسسة هذه، المؤسسة في واشنطن، والتقى الدكتور ليث كوبا ومساعديه وطلب منه رسميا وعلنا أنه تمويل أنشطة مجتمعات منظمات مجتمع مدني التي تدافع عن حقوق المثليين. فانتفض الدكتور ليث وقال له هذا الكلام يعني يضرب صميم المنظومة الأخلاقية في المجتمعات الشرقية في الشرق الأوسط، ما ممكن نسوي هالشيء. قال له على كل هاي متبنياتنا احنا كحزب ديمقراطي وهذا هو نتبنى الموضوع وندافع عنه. بعدين الدكتور ليث كوبا غادر موقعه، ترك المؤسسة بالتأكيد اللي اجى بعده رضخ لهذا الأمر وصار تمويل. اليوم نشوف منظمات، بعض منظمات المجتمع المدني، لا نعمم بأن في بعض المنظمات تقوم بعمل حقيقي، بعض المنظمات هذه تمارس نشاطات ربما عن جهل ما أدري أو عن يدرون هالموضوع عشان داخل وياك، ولو أنه دور إدارة حوار، ولكن يعني مو بعيد عنه هنا على أبو نواس لما يكون هنالك مهرجان للطائرات الورقية وتلتزم دائرة المنظمات ومنظمات رصينة، ولكن حتى المواطن يروح ومهرجان الآن يعني دراجات الآن أنا وناس الطائرات عندما الآن أنا وجاي فيها عالم المثلية. أنا وجاي تمشيت شوية بأبو نواس وشفت أطفال شايلين هذه الطائرات وأبوهم وأمه محجبة وخواتم محجبات، ناس مغفلين ما يعرفون تنميط. ما يعرفون لا، وبعضها أنا جيت الواحد قلت له تتعرف هاي شنو؟ قال أدري هذا اللون مع المثليين. قلت له ليش خلي ابنك شايلة تطبع بنفسها ليش؟ يقول لي أطفال يحبون الألوان هم. يعني أكو تهاون بالموضوع، تهاون. أو الآخر يقول لك أنت تؤمن تعمل نظرية المؤامرة، كل شيء تطي أبعاد، لا هي مؤامرة مو نظرية مؤامرة. بالمناسبة نظرية المؤامرة هذا الاصطلاح سنة 1967 ابتدعتها وكالة المخابرات المركزية لمواجهة أي تحليلات كانت بشأن اغتيال كندي كانت تقترب من الفاعل الحقيقي، فكان يشهرون بوجه هذه التهمة، تؤمن نظرية المؤامرة، تؤمن نظرية المؤامرة، وبالتالي حط الإسكاتة والحط من قيمة ما يقول. لا هي مؤامرة بالفعل، هو مشروع، هو لا يستهدف فقط العراق، هو مشروع عالمي يستهدف كل المجتمعات، المجتمعات الغربية اليوم تأن منه. هناك اعتراض، هناك حالة رفض موجودة في الغرب، في الدول الغربية، في سواء كان أوروبا أو أمريكا.
هناك تنبه لخطورة هذا على الأطفال، هناك دعوات لحماية الأطفال. بعض الناس صاروا يهجرون الولايات اللي هي فيها قوانين محلية تفقد سيطرة الأهالي على الأبناء، صاروا يهاجرون منها يروحون إلى ولايات أخرى داخل أمريكا، في أوروبا هناك موجة رفض، في كندا نفس الشيء. وبالتالي هي ما هو مشروع عالمي، مشروع عالمي هناك تتعدد النظريات وراء هذا المشروع. أما إحنا بالعراق اللي همنا، البعض يقول شو علينا إحنا، هاي مجتمعات مو لا، احنا اليوم الحاله اللي نمر بها موضوع تطبيع مفردات بالنفوس هي المرحله اللي كانت سائده في الغرب قبل 15 سنه 20 سنه، والسكوت عنها اوصل هاي المجتمعات الى اللي وصلت لليوم. اذا احنا نسكت واذا تنطلي علينا هاي الامور واذا نتعامل معها بسذاجه رسميا وشعبيا، تدري انت الان وزارات عديده فيها دوائر خاصه للنوع البشري، دفاع النوع البشري، استراتيجيه في وزاره الداخليه، الاستراتيجيه الوطنيه للدفاع عن حقوق النوع البشري. يعني شنو؟ ما فكرتوا هاي المصطلحات شنو؟ رساله جامعيه عنوانها النوع البشري، رغم انه المحتوى ياخذون امور بسذاجه ويتعاملون وياها بالمعنى القاموسي، ان النوع البشري المقصود الدفاع عن حقوق المراه والطفل، يعني رفض التمييز على اساس الجنس. لا، الموضوع تعدى هذا تماما. اما موضوع المثليه فهو جزء من هذا المشروع، جزء من هذا المشروع. والان في مجتمعنا يا اخي ما يصير محلات العاب الاطفال المليئه كلها بالعاب بالوان قوس قزح، لا تقولوا لي هذا طبيعه، يقول لي هاي طبيعه، هو قوس موجود قابل الله يدعم مثلي. لا، ذاك سبعه الوان، هذا سته الوان، والقضيه لا لا لا، وحضرتك تحدثت عن جزء مهمه استاذ سانو، خلينا امسكها وانقلها. دور الاعلام سالتني، دور الاعلام دور محوري الان، الاعلام الملتزم، الاعلام اللي يريد يحافظ المجتمع. احنا عندنا اعلام هدام، احنا عندنا محطه عراقيه ومحطه لها مشاهدين تعرض فيلم ساعه كامله يطبع موضوع المثلية بالنفوس ويبين المثليين كناس كيوت وحبابين ومحبين للخير وكذا. يعني هاي المحطة تنشر تعرض هذا الفيلم على مدى ساعة، والناس مغفلين، ما غافلين على الموضوع، يشوفوا يمروا ولا ينتبهون، ولما تحشي يقول لك انت كذا وانت ضخم الامور. بل حتى التلفزيون الانترنت والبث الرقمي، يعني نتفلكس، واقول انا المسؤول عن كلامي، نتفلكس مكرس لهذا الموضوع، كانه افلام ما يحتوى على مضامين افلام ما ينتج ديزني، افلام ديزني الان اغلبها يكرس هذا الموضوع. حضرتك اثرت نقاط مهمه جدا دكتور حيدر، لما يتحدث الاستاذ سالم مشكور عن السلطه الابويه، فاحنا هنا واحده من سلبيات التظاهرات اللي خرجت في العراق زوال السلطة الأبوية، بالتالي صارت المسألة عادية، الطفل ما يحس بالسلطة الأبوية، الطالب ما يحس بالسلطة الأبوية، المواطن ما يحس بالسلطة الأبوية على من الدولة عليه. بالتالي هنا هل نحن بحاجة لنشاط نسميه مخابراتي، نشاط رقابي، نشاط يقنن ويحدد هذه الممارسات غير الأخلاقية، يضع اليد أمام هذه الحركات اللي تتحرك في الظلام كما يبدو أنها، يعني ما أدري سرد أتبناها أو أنت تبناها، هي المسألة مسألة السفارات يا أخي. نعم، الكل يتبنى، ولكن أسلحتنا ضعيفة، طرقنا ضعيفة، وسائلنا الوقائية ضعيفة. اليوم بحجج مختلفة يخترق القانون العراقي وتخترق حتى البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا البلد. كل حزم بما لديه فرحون في هذا المجال، ليس لدى خطط للمواجهة، نتقبل كل شيء فقط لتسيير الحكومات كما يريدون هم من يحكمون البلد في هذا المجال، ليست هنالك لدينا خطط. فعم خطط ربما تكون هنا وهناك، ولكن مع الأسف قاصرة، غير قائمة على منهجية علمية حقيقية، معالجاتها ضعيفة، ونتقبل ما يعطينا الآخر ويفرض علينا من خلال سياسات دولية يجب أن نتقبلها ويجب أن ننصاع لها ويجب أن نتحرك في ضوئها. اليوم ما عندنا معالجات حقيقية، أنا بوصفي متخصص في المجال النفسي، لا أجد هنالك معالجات، لم يرسل علينا في يوم من الأيام المشاركة في معالجة مثل هكذا نوع في مسألة الجندر، في مسألة انحراف الشباب، محاضرات هنا، قنوات فضائية ترسل علينا هذا التوجه. وما حقيقة ما كل لا دعم لو تدعم هذا الموضوع دعم مادي في هذا الجانب، حتى الأبحاث ربما يعني يتصور الآخر أنه أفضل في حالة التنظير، وأنه القائد السياسي أفضل من القائد الاجتماعي وأبو علم النفس وغيره، ولذلك لا يأخذ برأيك، هو يطبق ما لديه، وحينما يحرج في زاوية يرسل على من المتخصصين في المجال النفسي في المجال الاجتماعي ينقذونا من هذه الحركات التي تحدث داخل المجتمع، من هذا الانحراف ما وصلنا إليه من مشكلات وأزمات دون معالجات حقيقية. لم نشاهد لحد الآن معالجات حقيقية، الفساد انتشر في كل مكان، والحركات الاجتماعية ليست غير المنضبطة، أنا أقول بدأت تأخذ دورها في الشارع العراقي من خلال الأعلام القريبة من قوس قزح، تقبل قوس قزح، ماكو فرق، هذا لون واحد
يعني حتى ينمطون هذا السلوك وتقبله وأن هذا الانحراف مقبول وأن الجنسية المثلية مقبولة وأن الجندر مقبول. هذه المفاهيم التي جاءتنا ليس لدينا قدرة على مواجهتها، ليس لدينا إلا الانصياع أزائها، ما عندنا برامج بديلة حول هذا الموضوع. أنطيني سياسي في اليوم قاعد حملة في هذا الجانب، الكل يهتمون بالكرسي ولا يهتمون بثقافة المواطن العراقي، كيف يغذى هذا المواطن العراقي، ما هي الأفكار التي الآن يعني أغرقت المواطن العراقي إلى درجة الانحراف وتقبل هذه، وتقبل حتى المثلية الجنسية باعتبارها أنه ثقافة مجتمعية وليس بوصفه مرضا. حتى أن الدوائر المتعلقة في المجال النفسي في أمريكا وغيرها أخرجت هذا من الانحراف الجنسي وجعلته ممارسة طبيعية ممكن أي إنسان يمارسها بوصفها أنه حرية شخصية وكل إنسان هو حر في خياراته. ولذلك نحن لا نعالج هذا الموقف. في اليوم في العراق أيضا عندنا نشوف أطفال كما قلت قبل قليل يحملون علم المثلية وهنالك من يدافع عنهم، بعض الشباب تحولوا غيروا جنسهم من الذكورة إلى الأنوثة، من الأنوثة إلى الذكورة في ممارساتهم، في سلوكياتهم، في منظماتهم، والله باسم حرية الإنسان دعه يعمل، دعه يمر، دعه ينحرف، أنت ما مسؤول عنه، والقوانين غير رادعة في هذا المجال، وإذا ما تحركنا أو الدولة تحركت في مجال حماية مواطنيها في هذا الجانب ستعتبر أنه اخترقت القوانين الدولية. وثق بعد أيام، بعد ربما يعني أشهر قليلة سوف تعاقب ربما الدولة العراقية لأنها لم تسمح للمثليين أو الجندر بهذا أن يمارسوا دورهم وأن يحملوا أعلامهم وأن يفتحوا لهم نوادي متخصصة في هذا المجال، وسيتعرض العراق ربما لعقوبات أما تقبل وتوقع أو سوف نعاقبك بشتى الوسائل. لذلك أنا أقول حتى في مدارسنا اليوم وهذا الخلط داخل المدارس بين الذكور ضيع علينا من هو الذكر ومن هو الأنثى، وأصبح السلوك موحدا وصل إلى الحد لا نفرق في بعض الأحيان. يعني أنا أشوفهم هنا في شارع أو ربما في أبو نؤاس وغير في أبو نؤاس نتيجة للضغوط الاجتماعية والمشكلات التي حدثت والأزمات الطويلة الأمد خلقت من الذكر أنثى ومن الأنثى ذكر في سلوكهم، وماكو منظمة تحميهم، ماكو منظمة ترعاهم، ماكو مؤسسة وطنية متخصصة في هذا المجال. فوصلنا إلى حد وجدنا أن هذا الضغط الكبير أصبح مثل الجبل الكبير لا يمكن هدمه بمعول بسيط. لذلك أقول نحن العراق اليوم نمر بأزمة خطيرة في موضوع الجندر، في تنمية السلوك، في تغيير نمط السلوك عندنا، ونحتاج إلى وقفة وطنية رائدة في هذا المجال، وإلا أن الغزو جانا وإحنا ترى والسيل جارف وكبير. وحتى علماء النفس اليوم لم يتدخلوا في هذا الموضوع، لأنهم من يسمح لهم في أن يتدخلوا في معالجة هذه الظاهرة التي غزت المجتمع العراقي اليوم بشكل كبير جدا، وما يمر يوم إلا ونشوف هذا النوع المختلف يمشي في الشارع ويمارس دوره. نعم ربما تصير بعض المعالجات، بس معالجة شرطة، معالجة هذا دور المتخصص في علم النفس مثل حضرتك، والمتخصص في الإعلام مثل الأستاذ سالم مشكور، والمتخصصين في المجال المجتمعي بصورة عامة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حيدر الدهوي الأخصائي في علم النفس، ضيفا كريما في الأستوديو، والأستاذ سالم مشكور الكاتب والصحفي أثرت الحوار في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.